نادية بنيس أول مصممة للبلغة البلدية كومبنسي من هذه تقريبا 6 سنوات. ما بقاتش داك البلغة اللي كتلبس بلدية بدك الطرز الصم وبدك شي، دابا رديناها بلغة بلدية عصرية. الوغ لي توش العصريين اللي ولاو هما لي بروش اللي ولينا كنديروا البلغه فيها لي بروش. دخلنا فيها دابا خلاص هاد التشكيله الجديده، درنا فيها التطريز، هو اللي خرجنا بالتطريز، وهو علاش خدينا حتى الجلابه درنا فيها نفس التطريز اللي في البلغه باش جات مواتيه مع الجلابه. فلا طوندونس دابا الجلابه اللي كاينه جلابه شتويه ديال المليفه، سي مليفه اللي مستورده، مليفه ايطاليا، ما كتحبب ما والو، باش ما تلبس الجلابه في داك الشكل وفي داك الرونق ما كيخصهاش، غادي تلبس مره ولا جوج وصافي، والواحد ما يبقاش يلبسها لان كتعرف كاين شي اثواب اللي كيحببوا اللي كيكنتفوا. هذا لي كولور على الطلب، هاد لي كولور لي دارجين، فكاين البلون كاسي، صفر متعرض، كاين الخضر، كاين جميع الالوان، والمارون خلاص والكوراي، هادو هما الالوان دابا اللي هما طوندونس، والبلوغوا هادو هما الالوان اللي هما طوندونس. دابا جلابه وفيها جويبات، مو جلابه اصلا كتلبس، هي جلابه تقليديه، وحنا دخلنا عليها هاد الجانب هذا، ولات شويه عصريه تتلبس مع لي بوت.